ويا الراي ديالي في هذا الاقصاء هذا هو انه ما كناش متوقعين ان المغرب يتخسر في هذا الدور هذا. يعني ما هذا البنين ماشي شي فرقه اللي قويه بزاف، يعني ما كناش معولين على هذا الاقصاء هذا، ولكن هذه هي كره القدم. يعني ما كتكون شي حوايج ما متوقعهمش كيكونوا هذا الشيء اللي نقول، ولكن لا فوت من اللعابه اللي ما لعبوش مزيان وما عطاوش شي اداء مقنع في هذه المباراه هذه، وهذه كرة القدم ما كانش عندنا الحد في هذه المباراة هذه وصافي. السلام عليكم اخويا، راكم شتو راه كلشي مفقوس، كلشي ما حاملش راسه بالعربية، راه الناس سمحت في شغلها، سمحت في والديهم في ولادهم في كاع الحوايج باش يجيو يتبعوا المنتخب وباش يبانوا بهذا الوجه. هذا راه عيب، راه تبعناهم في كاس العالم، كاس افريقيا، فاش خرجنا مع مصر بينوا واحد الوجه، ولكن باش يخرجوا بهذه الطريقة مع البنين راه عيب وعار. وهذا الشيء هذا راه شنو غنقول لك، راه بزاف الامور خصها تبدل. الفيرونار نورمالمون بعد كاس العالم ما بقى له ما يزيد، واش اللعابه اللي عندهم اكثر من 30 سنه تقريبا، اكثر من 70% من اللعابه عندهم اكثر من 35 سنه، اكثر من 30 سنه، راه هذا راه ماشي منتخب. راه باش تبني واحد المنتخب للمستقبل راه خصك تشوف دراري صغار وتبني واحد المنتخب اللي يكون في المستوى ما هادو، صراحه راه عيب وعار. خويا اليوم رونار قتل الحلم ديالنا، قتل الحلم ديالنا اللي كنا طامحين فيه، ان شاء الله كنا عوالين في مصر نديو ونوصلوا للفينال ابعد نهايه، وكيقتل الحلم ديالنا. علاش؟ بالشخصيه ديالو اللي ضعيفه، لا بين بانه راه عنده واحد شي وحدين دايرين به، فهمتي، كيتحكموا في التشكيله، يدخلوا اللي بغاو ويخرجوا اللي بغاو. حنا راه كنجيو نشجعوا المنتخب، ما كنجيوش نشجعوا اللعابه. الا كنا نجيو نشجعوا اللعابه راه كاع ما نجيو حنا، حنا كنشجعوا المغرب في الاخر، كنقولوا ربحات المغرب، ماشي ربح رونار وربح زياش ولا ربح كذا. وفي بزاف ديال اللعابه كاينين بقاو في البطوله، علاش ما عيطش عليهم؟ بزاف اللعابه بلا ما كنهضروا، شبعوا شيشه في مراكش، شبعوا كذا، راك شفتهم كاع داكشي ديال التواصل الاجتماعي، داكشي اللي خرج اللعابه، اللي المشاكل اللي كانت في الاول هي بانت دابا، بان بان كان فعلا المشاكل وكذا. والبيلانتي اللي ضاع في الاخر اللي هو اللي اثر على اللعابه اللي يمشيو يشوتوا بيلانتي، راه ولا كلشي خايف يضيع، وخير فيما اختاره الله. حنا مفقوسين بهذا الاقصاء، ولكن ديما مغرب وتنساندوهم في اي مقابله، وهاد الناس اللي تنتقدوا زياش قبل من الماتش حتى كانوا تيحلموا به، ماشي غير يشجعوا، كانوا تيحلموا به. وهذه هي الكره، ما عطاش الله ضيع ضربات جزاء، اكبر لعابه في العالم تضيعوا، هذه كره فيها الربع وفيها الخسران، وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب. المنتخب راه بزاف، حنا والله لاعينا وحق ربنا ولا كيضرنا راسنا، بحال سبحان الله كتسنى ديك انت كيفرحوك شويه كتسنى، وليت المنتخب بحال ما فهمتش ديما خصو يعصبوك. دارهم تروابون ماتش وجاو بيبيني خسروا، جاو بنادم خاسر فلوس وجاي من اوروبا من امريكا ويجوا من 2004 ما شي حاجه. عندنا مشكل كبير في الكره الوطنيه ديال في المنتخب، المساله ديال المنتخب خاصهم يحلوا، يلقاو لنا شي حل ولا مابقاوش حنا نتبعوهم ونبقاو نشطوا. حتى كيفرحونا نقولوا بلادنا وكنجيو ودايرين الاحتفالات وبنادم مخلي كل شيء ديالو ويجي كيتلقى هذا المستوى. علاش بداو الدوري الاوروبي؟ واش كاين شي مشكل ديال اللاعب المحترف؟ بغيت نفهم انا، كيجيو في اوروبا بالهندا زياش كلهم عندهم مستوى واعر في اوروبا، كيجي مع المغرب ما عاد كيتفلى علينا، وكاين مشكل ديال اخر لاعب البطوله كيتقاتلوا كي ما عندهمش المستوى، ماشي شي مستوى، راه كاين شي خاصكم تلقاونا شي تجانس. ما فهمتش، راه جربتوا كاع المدربين والو، جربتوا كاع الرؤساء والو، شوفوا الهيكله ديال الجامعه ولا شوفوا شي حاجه ولا شوفوا التخطيط على 20 عام بحال اللي دارت قطر. واش قطر في نهار واحد جات وبدلت كل شيء؟ قطر 20 عام كتسير وكتنظم وكتاثر وكتكون باش وصلت دات كاس اسيا. تعلموا شويه والله حشومه وحق الرب. حزين جدا والله ان هم خرجوا، يعني كفايه الجماهير اللي جايه من جميع انحاء العالم، يعني في اخ من العراق جاي واحنا جايين انا نشجع، بحيث ان احنا كنا عايزينهم يصعدوا للدور الثمانيه ويوصلوا النهائي وحتى يقابلوا مصر، بس خرجوا بطريقه تحزن. هو السبب او المباراه ضاعت منهم من ساعه ضربه الجزاء اللي ضاعت في الشوط الثاني ديت، ومستواهم كان يعني ضعيف جدا. بنين كان بيلعب بهدوء، هم كانوا ضاغطين جامد على بنين بس ما كانش فيها فعاليه، بنين كان بيلعبوا بهدوء جامد. المغرب طول البطوله قوي بس ما بيخلص، اللعيبه ما بتخلصش، اللعيبه بتيجي قدام الجون مش عارف كل واحد عايز يجيب جون، ما بيفكرش في المنتخب. بس حكيم زياش من اول البطوله مش معنى ان حكيم المشكله ابتدت من اول حمد الله، عشان اللعيبه زي فيصل فجر ومهدي بن عطيه ومصراوي كلهم مع بعض، المشكله انه مش عايزين حمد الله يلعب. اول ما حمد الله مشي في بوطيب اتصاب والمسيري اتصاب برضه، مش معنى ان زياش والمسيري وحش جدا، مش معنى ان زياش نجم عالمي انك تلعبه كل ماتش. زياش ما بيأديش، زياش ما بيجريش في الملعب. ايرفين طلب من زياش ان هو يتجنس مع الفرقه، بس هو لعب على طول ما عملش تجنس مع الفريق. زياش لا يفتح يلعب في منتخب المغرب، زياش لعيب عالمي، زياش لا يصلح، زياش لا يصلح، حتى لو بيلعب في احسن نادي في العالم ما يجيش يتنك على